اسمه أثر جناح الفراشة. أثر جناح الفراشة اللي هي تقول إن لو في فراشة ترفع جناحتها في الصين فإنها تسبب في إعصار في ولاية تكساس الأمريكية، أو العكس إن هي ممكن توقف إعصار مو تسبب إعصار. طبعا مصطلح أثر جناح الفراشة تعبير مجازي، القصد منه إن أدق أو أزقى تفصيل مهمل ممكن يغير الظروف الأولية للنظام اللي بدوها تولد سلسلة تأثيرها يكون كبير جدا. يعني فكرة التغييرات البسيطة اللي الإنسان مستهتر فيها ومحط لها اعتبار، ويمكن يكون ويمكن فيها تأثير كبير على النتائج، مو بس الأحوال الجوية اللي هو مثل ما قال إدوارد لورنس أو اللي قبله. النظرية عامة دخلت في الفيزيولوجيا اللي هي علم وظائف أعضاء الجسم، اللي من ضمنها التناسق في الاضطراب اللي يصيب القلب البشري ويؤدي إلى توقفه عن عمله بشكل مفاجئ. مثال ثاني خلية النحل، اللي يراقب النحل أو سلوكه يشوف ترددات عشوائية، حركة مو منظمة بخلية النحل، لكن العلماء اكتشفوا بعدين أن هذه الحركة العشوائية هي عبارة عن حركة منظمة بالكامل. يعني كل نحلة تعرف شغلها بالضبط وأنها قاعد تسوي شيء علشان يكون إنتاج العسل في الخلية. أيضا دخلت في علم الحروب. علم الحروب مثلا في مثال، أو أن خلنا نعطي مثال بعلم الحروب، أن في معركة مثلا بين جيش مملكة قوية ومملكة ضعيفة، وفي معركة اللي هي تحسم أمر هذه الحرب انتصار إحدى المملكتين. طبعا على الورق هي المملكة القوية هي اللي راح تنتصر في الحرب، لكن صار شيء صغير قلب موازين هذه الحرب، انتصرت المملكة الضعيفة على المملكة القوية. شنو اللي صار؟ إن هي أغنية إنجليزية قديمة تقول بسبب مسمار سقطت حدوة الحصان، وبسبب حدوة الحصان تعثر الحصان، وبسبب حصان سقط الفارس، وبسبب فارس ضاعت رسالة، وبسبب رسالة ضاعت معركة، وبسبب معركة ضاعت مملكة. يعني تتخيلوا بسبب مسمار في حدوة حصان سقط الحصان، سقط الفارس، سقطت الرسالة، ما وصلت وما حسمت أمر المعركة، فخسروا المعركة بسبب مسمار صغير في حدوة حصان. في مثال أيضا اللي هو في الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى كيف قامت؟ الحرب العالمية الأولى في شخص كان يبي كحلم حياته أنه يكون عسكري، يبي يدخل التجنيد. فلما راح العسكري قدم نفسه على الجيش ورفضوه، قالوا له أنت جسمك ما يسمح أن أنت ما تتحمل يعني تدريبات العسكرية، أنت جسمك مو متناسق أساسا عشان تكون إنسان عسكري أو جندي. فحقد على الوضع اللي هو فيه، فعشان يثبت شجاعته كان ولي عهد النمسا كان زاير صوفيا حزتها، فقام واغتاله. فبسبب هذا الاغتيال قامت حرب العالمية الأولى اللي بسببها قتل فيها 8.5 مليون وغير الخسائر المادية والاقتصادية وانتشار الفقر بسبب شخص يعني ما كانوا حاسبين له حساب، قام واغتال شخصية مرموقة وقامت الحرب وصارت النتائج اللي كانت غير متوقعة في العالم.